بدأت قوات 14 دولة عضوا بحلف شمال الأطلسي التدريبات السنوية لمحاكاة الدفاع عن الأراضي التي يغطيها الحلف باستخدام الأسلحة النووية. هذا وقال الناتو إن التدريبات سوف تجرى فوق بلجيكا وكذلك فوق بحر الشمال وبريطانيا، ومشددا على أنه لن يتم استخدام الذخيرة الحية. ذكر بيان صحفي أن تدريبات ستاد فاست نون هي نشاط تدريبي روتيني ومتكرر وليس على صلة بأي أحداث عالمية حالية، ومشيرا إلى أنها ستمتد حتى 30 من أكتوبر الجاري.